اتجاه ماشي في طريق ومحطته هي الحياة، هيلف ايدينا وقلبنا هيكون معاه، وده قطر مصر واهلها مستنيا. أهلا بيكم في برنامجنا قطار مصر. طبعا قطار مصر أو قطر مصر، القطر عارف سكته في أي اتجاه، ماشي في طريق ومحطته هي الحياة. قطار مصر هو برنامج هيلف في محطات كتير وهيقف في محطات كتير، وهنقابل ناس كتير في كل مصر وداخل مصر وخارج مصر، وهنناقش كل الأخبار المهمة اللي بتناقش الرأي العام، وهنشوف أخبارنا النهاردة فيها إيه. طبعا الأحداث النهاردة كلها بتدور حوالين الكورونا، ويمكن ده اهتمام الشعب المصري كله بل اهتمام العالم ككل. طبعا المؤشرات خطيرة، ودي بتدينا اهتمام أكتر ان احنا نهتم بالالتزام، نهتم ان احنا نحاول ان احنا ثقافة التعقيم، ثقافة ان احنا منع التجمعات، وثقافة منع الاشتراك في الأنشطة اللي كانت طبيعية بالنسبة لنا، بل بالعكس ان احنا حياتنا الطبيعية يكون داخل فيها التعقيم، ويكون داخل فيها الاهتمام بكل ما يخص صحة الإنسان. طبعا المؤشرات خطيرة جدا جدا، ان في 495 حالة جديدة اتسجلت يا جماعة النهاردة، 495 حالة جديدة اتسجلوا النهاردة، 21 حالة وفيات. ده مش كتير، بس برضو مؤشر خطر ان احنا داخلين على مرحلة صعبة. لما يبقى في 2416 حالة اتحولوا من سلبي لإيجابي، ده لازم نقف ويدق ناقوس الخطر. جميل جدا ان طبعا منظمة الصحة العالمية ذكرت ان النهاردة فيروس كورونا طبعا اصاب تقريبا 3.8 مليون شخص حول العالم، وطبعا اتنقل عن طريق القطط والخفافيش وكلام زي كده. مش ده اللي يهمنا، اللي يهمنا ان احنا في الوقت الحالي ان احنا قدام فيروس موجود لازم نواجهه ولازم نجابهه، ايا كان ايه سبب انتقاله. طبعا تعليقا على هذا الخبر، احنا معانا مداخله مهمه جدا من الاستاذ احمد سعد، الصحفي المتخصص في هذا المجال والصحفي المتخصص في ملف الصحه بشكل عام. استاذ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ احمد، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله بخير. عايزين تطمنا او ما تطمناش، او تقول لنا احنا فين؟ احنا حاليا زي ما حضرتك ذكرت الارقام اللي حضرتك ذكرتها، طبعا في ارتفاع يومي، امبارح كنا 393 اصابه، النهارده وصلنا حوالي 495. طبعا في فرق كبير في الاعداد، الاعداد قابله للزياده في الايام اللي جايه، بمعدل عندها ربما توصل لـ 600. هو بالمقارنه بالمعدل العالمي يا استاذ احمد احنا مش وحشين، بس انا اقصد ان برضه المعدل مخيف. احنا اقل طبعا من المعدل العالمي، طبعا احنا بنعمل المساحات للناس اللي بيكون عندها اعراض، ده مخلي شويه عدد الاصابات اقل. طبعا الاحصائيات ظاهره معانا على الشاشه وبتاكد كلام حضرتك يا استاذ احمد، بس احنا لا ننسى الدور القوي جدا جدا جدا، والدور الرهيب، دور الدكتوره هاله زايد وزيره الصحه، واللي فعلا يعني كان لها دور مؤثر جدا 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 على صحه المصريين. وحضرتك طبعا يعني هتذكر لنا ايه الاخبار اللي احنا ممكن مشتاقين ان احنا نعرفها. والله يا وزارة الصحة من أول ما بدأت الأزمة دي وحطت خطة احترازية من البداية خالص على أساس الدكتور هالة زايد
طبعا زي ما حضرتك عارف ان هي زارت الصين في البدايه وبعدين زارت ايطاليا. يعني هي الناس، انا بالامانه بكون في الوزاره، الناس بتقعد للساعه 1 أو 2 بالليل بيشتغلوا على راسهم الوزيره والطاقم المعاون ليها في غرفه العمليات، جهد غير طبيعي. لكن في النهايه في سلوكيات من الناس والمجتمع، احنا المرض او الفيروس بينتشر بشكل كبير بين الناس، الناس مش محافظه على سلوكيات وقائيه جيده، فده بيؤدي الى ارفعوا لي انتشار صوت المرض. الاستاذ احمد بعد اذنكم يا شباب. اتفضل استاذ احمد. ده بيؤدي الى انتشار المرض بالشكل الكبير وارتفاع الاعداد في النهايه. طيب، انما لو هل حافظنا على زياده عدد المساحات، او يعني النهارده بيقولوا ان النهارده اعلى نسبه حققتها النهارده، يعني النهارده اعلى نسبه حدثت، ده ايه السبب فيه من وجهه نظر حضرتك؟ والله هو دلوقتي انت الاعداد برضو في شقين في الموضوع ده. يا اما انت بتستنى طبعا الناس اللي بتجي لك في مستشفيات الفرز اللي هي مستشفيات الحميات والصدر وبتعمل لهم مساحات اللي بيطلع منهم ايجابي، واحيانا بتعمل مساحات لبعض المخالطين اللي بيظهر عليهم اعراض. احنا تمام. وصلنا النهارده لحوالي 100 ألف مسحه على مستوى الجمهوريه من بدايه الازمه، بمعدل يومي تقريبا حوالي 4000 مسحه في اليوم، بقى حوالي كام يوم شغالين في المعدل ده. المعدل معقول، انت حاطط بروتوكول بيقول ان انت بتعمل مسحات اللي بيظهر عليه اعراض، سواء كحه، سخونيه، ضيق في التنفس، بقدر اعمل له مسحه. اما المخالطين للحالات المصابه فبيتم اجراء العزل المنزلي ليه. طبعا سؤال بيدور في خاطر كل الناس وكلنا، هل الاعداد اللي جايه، الناس ابتدت تزهق يا استاذ احمد، وابتدت تحس ان الموضوع طول، وهل احنا هنلجأ للتعايش مع الكورونا، ولا الموضوع حضرتك طبعا ماسك الملف من اوله في مصر هنا، فحضرتك شايف الصوره شكلها ايه؟ والله بص، مش يعني هو للاسف ان الفيروس قاعد معانا، يعني حسب التقديرات العالميه ما بين سنه ونص لسنتين قدام، ما بين ارتفاع في الاصابات وانخفاض، يعني هيشهد حالات ذروه وحالات انخفاض على مدار السنتين. احنا لازم نتاقلم، ومفيش حاجه في ايدينا ان احنا نتاقلم وهننزل شغلنا بشكل طبيعي، لكن مع اجراءات وقائيه سيتم تعميمها في المؤسسات بعد العيد والمحلات التجاريه وكل حاجه. يعني المؤسسه هتنزل بكمامتك لو انت نازل شغلك، المؤسسه هيكون فيها عدد معين من الموظفين، تمام، في تباعد بين الموظفين، هو لازم ده المحلات يبقى ثقافه حياه، يعني ثقافه حياه مواطن، يعني هو يبقى عنده الثقافه بالظبط. دي وما يكونش مجبر عليها. يعني طبعا الدوله هتحط بعض العقوبات كما سمعنا، هيكون في الزام اعتقد، ولكن هيكون في ده الزام. المفروض يكون ثقافتنا احنا يا استاذ احمد، ولا ايه؟ المفترض تكون ثقافة وعي. انت في النهاية مش لان هتلتزم دي بده، بتحاكي الوعي. دي تحاكي الوعي، بس في النهاية في خطورة، انت مش هتلتزم في حال عدم التزامك بغض النظر عن العقوبات اللي ممكن تحطها الحكومة، بس انت هتصاب بالفيروس، وبما ان انت هتصاب بالفيروس فهتبدأ رحلة علاج، تمام. فانت بتأذي نفسك في النهاية. طيب، احنا زي ما وضحنا للناس حقائق الصورة وبما فيها من سلبيات وإيجابيات، بنسمع كتير او في اخبار تواردت وخصوصا النهارده عن وجود مصل خاص بفيروس الكورونا، تعليق حضرتك على الخبر ده؟ والله يعني بحسب الكلام الصحه العالميه، في دول كتير بتشتغل على مصل، يعني يكاد حوالي 70 مصل بيشتغلوا عليهم في الوقت الحالي، ما فيش مصل هيظهر قبل سنه، ده تمام. اخر كلام من منظمه الصحه العالميه. لا سمع بس أنا عندي خبر يا أستاذ، أنا عندي خبر يا أستاذ أحمد، بيتكلم عن عقار صيني، تمام، تقليدي، وابتدى ياخد موافقات، إن الشركة الصينية خدت موافقة 8 دول على دخول هذا العقار، فيا ترى هل المعلومة رأي حضرتك فيها إيه؟ وتحديدًا إن النهاردة، ما أنا بس عايز أوضح نقطة، العقار التقليدي هو عقار أصلًا مستخدم لأمراض قبل كده زي الملاريا مثلا، زي اي حاجه. احنا لو جينا اتكلمنا على المشتقات اللي كانت بتستخدم للملاريا زي ادويه كتير موجوده في الماركت، ولكن انا اتحدث عن عقار صيني تقليدي، ده بيرمزوا بكلمه تقليدي لبعض المستخلصات الناتجه من الطب الصيني القديم، فترى تعليق حضرتك ايه؟ لحد دلوقتي ما فيش حاجة يعني ظهرت، أعلنت قبل كده عن كذا دواء، حتى لما كان في مرحلة تفشي الوباء عندها أعلنوا عن كذا دواء وإن هو ناجح، وفي النهاية ما وصلوش لحاجة، ما زالت كلها قيد التجارب. أنا ما فيش دواء حاليا لعلاج الفيروس موجود على مستوى العالم، كله في مراحل التجارب حتى الأدوية التقليدية. طيب، إحنا في ملف الكورونا في مصر يا أستاذ أحمد، هناك جنود ما بيظهروش قدام الشاشات وعليهم دور كبير جدا جدا جدا، اللي هو دور الصحافة والإعلام. حضرتك بتمارس شغلك إزاي، أو
او ايه طرق الوقايه اللي انتوا بتتخذوها كصحفيين ان انتوا بتنزلوا مع الاخبار وبتدخلوا في مستشفيات العزل وحاجات كتير جدا 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 انتوا بتعملوها؟ والله احنا يعني انا نزلت فعليا من حوالي اسبوع حميات العباسيه والصدر العباسيه، دي مستشفيات مخصصه لفرز المصابين المشتبه فيهم باصابه الكورونا. بس كنت مرتدي كمامه معايا. طب يا ترى يعني ما كنتش خايف؟ اسرتك، اولادك، الدنيا يعني كلمني عن تجربتك مع الكورونا الشخصيه وليست المهنيه. بامانه انا ما قلتش لاسرتي ان انا نازل المستشفى. اكيد طبعا لو قلت لهم ما يقولوا لك ما تنزلش. بالظبط، ونزلت اتعاملت بشكل طبيعي، كنت دايما بخلي في مسافه مثلا في التعامل ما بيني وبين اي مريض او اي حد موجود في المستشفى، في الكلام حتى لابس اكتمامه، الكحول في ايدي، كنت لابس جوانت في ايدي وماشي بتعامل بشكل طبيعي. في حذر بعض الشيء بس مش خوف، يعني هو حذر. طيب هل ظهرت حالات مصابه بالكورونا من ضمن طاقم الصحفيين اللي بينقلوا الاخبار او المراسلين للصحف او القنوات؟ بالنسبه للصحفيين المختصين بالشان الصحي لا، انما بصفه عامه الصحفيين، في عضو نقابة الصحفيين ظهر عليه اصابه، وفي زميل صحفي تحت التدريب برضه لسه مش عضو نقابة الصحفيين برضه مصاب بالفيروس. طب طمنا حالته ايه يا ترى دلوقتي؟ بالاضافه للصحفي اللي توفى من قبل. ربنا يا رب يرحمه ويجعله، يعني ده طبعا يعني دي شهادة في سبيل الوطن طبعا، فيعني نتمنى من الله ان هو طبعا يكون مع الشهداء ان شاء الله. ان شاء الله احسن ازيك. حالتهم مستقرة الحمد لله. الحمد يعني لله. مش موجودين في اي مركز، موجودين في غرفة. طيب قبل ما نختم يا استاذ احمد، عايزين رسالة امل لكل المصريين. والله الدولة دلوقتي شغالة على تجارب البلازما، في نتائج مبشرة استخدام البلازما المتعافين لعلاج المصابين والحالات الحرجة تحديدا. احنا ما زال عندنا عدد الوفيات نسبة قليلة، ربما تكون النسبة عالية قياسا لأن عدد المصابين عندنا قليل، فده اللي مخلي النسبة حوالي 7%، إنما في المعدل الطبيعي مش هتزيد عن 1.5-2%. احنا ما زلنا مسيطرين على انتشار الوباء في مصر لحد دلوقتي رغم من وجود 500 إصابة في اليوم. بندعم بس الناس تلتزم شوية، تاخد بالها من نفسها في التعامل الشخصي، ما بقاش في اجتماعات كتير، في المواصلات طبعا بيبقى في مسافات، لبس الكمامات، الحاجات دي. أكتر من كده يعني إن شاء الله الدنيا هتعدي. أنا شاكر ليك جدا يا أستاذ أحمد، ومعلومات قيمة جدا جدا ورسالة أمل وجهتها لي أنا شخصيا ولكل المصريين، وشكرا لمداخلة حضرتك. طبعا زي ما طمناكم وزي ما عايزين ان الوعي يزيد، وزي ما كل واحد جوانا في كل بيت لازم يبقى عارف ان هو بيواجه خطر كبير، ظهر على صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الفيسبوك خبر ازعجني انا شخصيا، لاني من اهل المنصورة وقاطن في المنصورة واعرف مكان هذا الحادث تحديدا، وهو اشبه بان يكون فيلم اكشن. يا جماعة فيلم اكشن، بجد فيلم اكشن، احنا مش متخيلين هذا الحادث الذي تم صباح اليوم في المنصورة شكله ايه. طبعا سيارة ملاكي تقودها طالبة اصطدمت في صيدلية، طبعا صيدلية الدكتور صلاح البسطويسي، ودي مش اول مرة على فكرة يا جماعة يحصل هذا الحادث الأليم. طيب احنا لو شفنا احنا هنا الحادث قدامنا نشوف كده مع بعض شكله ايه او ايه اللي حصل او كان في ايه. طبعا الناس قاعدين دلوقتي عادي في الصيدلية شغالين شغلهم، فجأة زي ما احنا شايفين العربية جوه الصيدلية، ده ايه؟ ده ايه يعني انا عايز اعرف ده ايه؟ تاني كده لما نشوف تاني كده بعد اذنكم. احنا عايزين نركز على الصورة تاني كده. الناس قاعدين في الصيدلية عادي خالص مفيش اي حاجة، فجأة لقوا العربية فوقيهم. طب ايه؟ بالنسبة لتفاصيل الخبر يا جماعة، ان كاميرات المراقبة رصدت اختلال القيادة لدى سيارة مما ادى الى اصطدامها بالصيدلية وتحطم محتوياتها. على فكرة دي مش للمرة الاولى اللي تحصل مع الصيدلية دي. طبعا تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية اختار من اللواء السيد سلطان مدير مباحث المديرية برود بلاغ من شرطة النجدة باقتحام سيارة لصيدلية بشارع الجمهورية او شارع البحر وأصابت عدد من الأشخاص. مش هقدر أنسى دور الداخلية ودور مديرية أمن الدقهلية في مواجهة أي خطر في الدقهلية.
بس احنا هنعلق على الموضوع بشكل تاني، لان تكرار الحادث خلانا نتوجه في اتجاه تاني خالص، ان الحادث ده بيحصل مع المكان ده في اكتر من مرة. معانا هاتفيا الدكتورة سوا عيد خبيرة طاقة المكان، هتكلمنا عن نظرتها او تحليلها لهذا الحادث. دكتورة سوا، يا اهلا بحضرتك. منورانا، وعايزين ايه رأيك في الخبر؟ والله حادث مؤسف للأسف إن ده يحصل، ولكن متوقع بالنسبة لطاقة المكان أو مسارات الطاقة في المكان ده. علم من العلوم تدرس عالميا في أمريكا، في أستراليا، في كل دول العالم المتقدم. تخطيط الطرق بطريقة معينة بالنسبة لطاقات المكان بتتلاشى الحوادث والكوارث. هو قبل ما نكمل يا دكتورة، خلينا نلفت نظر المشاهد، يعني ايه طاقة مكان، او ايه هو العلم ده؟ علم طاقة المكان ده يعتمد على مسارات الطاقة الغير مرئية في المكان، يعني اتجاهات الطريق بالنسبة للمباني والإنشاءات، اتجاهات الطرق والميادين وتوظيفها الصحيح، شكل البناء واتجاهاته الجغرافية، وأماكن تواجد المبنى ككل، علشان ما يحصلش أي حوادث مؤسفة، أو زي ما بنقول يبقى المكان طاقته إيجابية. ممكن تكون طاقته شديدة بتجذب الطاقات السلبية أو طاقات تمام، زي ما احنا دايما كنا زمان نقعد نقول البيت ده عتبته حلوة وعتبته وحشة، يعني دي من الموروثات القديمة اللي كانوا أهالينا يقعدوا يقولوا، مثلا لو مكان حصل فيه كوارث كتير يبقى ده طاقة سلبية، أو البيت وشه وحش، أو المشروع التجاري ده سيء أو وشه مش كويس ليه وللناس اللي هتيجي تاخده تاني. فبالنسبة للتحليل أو المنظور العلمي لطاقة المكان في هذا المكان يعني ريت نتكلم على المكان تحديدا. يا ريت يا جماعة لو في صورة أوضح شوية للمكان، او تكون يعني محدده الشارعين، في مكان يعني صوره اوضح من بعيد، يعني احنا عايزين نشوف شكل المبنى زي الزاويه. بتلاقي المبنى كامل اللي فيه صيدليه الدكتور بسويسي واخد زاويه، صح؟ واخد زي نقدر نقول في طريقين يا دكتوره كده، زي المقص تقريبا، محاذاته يمين وطريق يسار وطريق خلفي، والمكان ده مفتوح كده قدامه عشوائي، وهو عامل بنسميه في طاقة المكان حاجة اسمها مقص الطريق. مقص الطريق يعني ايه يا دكتورة؟ تحس ان المبنى نفسه اللي واخد زاوية عامل زي المقص كده، يعني خط يمين وخط شمال، او زي ما بنقول شارع بمحاذاته. يعني حضرتك تقصدي فتحة المقص ده طريق وده طريق، وهو المبنى في النص. فتحة المقص احنا بنسمي فتحة المقص في تخطيط الطرق، ان المبنى ده هيحصل فيه مصايب وكوارث. ليه؟ معقولة دكتورة؟ علشان الزاوية غلط. المفروض عشان ابعد المشاكل فيما بعد وما يحصلش اكتر من مرة، زي ما حصل انا علمت ان هو حصل تقريبا اربع مرات، تقريبا اكتر من مرة، يعني تقريبا اربع مرات الحادث ده يتكرر، لابد من تواجد ميدان فيها قدام المبنى ده. لو نقدر نقول ميدان عشان يحد من الطاقة المندفعة، يحد من الطاقة المندفعة، ما يبقاش فيه مسار للطريق سريع. طب ما فيش أمثلة يا دكتورة حضرتك تكوني مثلا، يعني ميدان زي ايه؟ يعني حاجة عملية مثلا، زي مثلا عندنا ميدان التحرير، هتلاقي ايه في عمارات كتير بتلاقيها واخدة زوايا، تمام؟ لكن وجود الميدان نفسه تمام قلل كتير من المسارات الموجهه على المباني. انا كنت قريت قبل كده يا دكتوره ان النوافير في الميادين برضو ليها دور. طبعا ده مهم جدا، ده احنا زمان في مصر كان بتلاقي النوافير دي مهمه علشان تخلي الطاقه ايجابيه في المكان. الخضار والزرع بيمص كل الطاقات السلبيه الموجوده في الطريق في المكان. حتة ان احنا دلوقتي البناء العشوائي ده غلط يا جماعة، يعني مش اي مبنى عشوائي احنا نعلي عليه ولا نعمل له اكستنشن ولا مكان زيادة ونبتدي نعيش فيه، او ان احنا نعمل فيه مشروع تجاري. لازم يبقى فيه تخطيط صح
اكثر. طب يا ترى دكتوره، علم الفانج شوي او علم طاقه المكان، هل هناك اهتمام من دول اخرى او اهتمام من براندات عالميه او اهتمام من نقدر نقول فنادق عالميه بمثل هذه العلوم او ابراج مثلا عالميه، او يعني نقدر نقول مين في العصر الحديث بيهتم بمثل هذه العلوم واحنا عارفين ان هو من العلوم القديمه الصينيه؟ بالتاكيد ده كل المشاريع العالميه التي تمت في العالم كله وحققت اعلى الارباح والايرادات والتقدم كلها مبنيه على الفانج شوي، على طاقه المكان او الفانج شوي. ده اهم حاجه ودي اول حاجه في التخطيط علشان يبقى عندي ربحيه وعندي مشاريع وعندي شغل يديك ارباح كبيره في العالم. يعني انا مش عايزه اقول اسامي طبعا لان تبقى مش هينفع نقول اسامي فعلا، بس انا يعني اعلم جيدا حضرتك تقصدي ايه. طبعا اعلم جيدا حضرتك تقصدي براندات ايه وابراج ايه تحديدا اللي هي اشهر ابراج في العالم العربي ان هي فعلا مبنيه على طاقه المكان. الحاجه المهمه دكتوره عشان ما نعديهاش، مش عايزه اقدر اقول بس غير كده كمان، حتى مايكروسوفت معمول عن الفانج شوي، كل الابنيه والشركات والمؤسسات العملاقه بتاعته، اللوجوهات، كل ده على اسس الفانج شوي. الفنادق العالميه العملاقه الكبيره كلها تمت بنائها وتحديد مسارات الطريق فيها والابنيه والواجهات والمعماري والديكور كله تم على اسس الفانج شوي. طيب مش عايزين نعدي الفرصه الجميله دي يا دكتوره ان حضرتك معانا، وان شاء الله تكوني معانا في حلقه كبيره خالص يعني نقدر ان احنا ننهل من علمك، ولكن يعني طبعا مش هنقدر ان احنا غير نسال سؤال واحد كمان. انت ايه رايك في الوان الاستوديو، الوان لبسي، الوان اللي حوالين مننا؟ والله يعني بالنسبه للالوان دايما لازم تكون الالوان مفرحه، بلاش الالوان القاتمه، دايما تكون في فرحه في المكان، تدي طاقه ايجابيه اكتر. الالوان الفاتحه، الديكورات غير حاده، يعني ما يجيش مثلا نعمل ديكور مثلث او نعمل ديكور فيه زوايا كتير ونقول ده ديكور حلو، بلاش الحاجات المقلمه بالطول، ده غلط جدا. يعني نعمل زي الفراعنه القدماء في الحضاره المصريه القديمه، كان التقليم بتاع اللبس غطاء الراس عندهم كان بالعرض مش بالطول، لان العرض افضل، بيدي اتساع، بيدي افق. مشكله الابراج المحموله دي يا جماعه غلط، من اكبر الاخطاء ان انا اسكن جنب برج المحمول، تمام؟ بالزبط. اللي هي الابراج العاليه دي، ده هي طاقتها بتبقى عاليه جدا فوق اسطح العمارات، ده طبعا حتى على المستوى مستوى الصحه او الامراض او انتقال عضويا، الناس اللي تبقى جنب الابراج المحموله على طول امراض، دي يعني شيء حقيقي، يعني مش توقع. طب تعليق حضرتك حقيقي بقى على لون البدله عشان نبقى احنا كده اتكلمنا عن كل حاجه. طب هي لونها ايه بقى؟ هي رصاصي، المفروض ده رصاصي. لا طبعا كل واحد يلبس اللي هو عايزه واللي هو بيرتاح له، دايما الانسان بالفطره بيختار الحاجه اللي هو بيحس ان هو مرتاح فيها اكتر، والدليل على كده بتلاقي ناس كتير قوي بتحب الوان محدده ومعينه بتفضل انها تلبسها معظم الوقت، فهي دي على اساس ان كل واحد ربنا خلقه في توقيت ووقت معين وبطريقه يعني بساعه معينه لتفضيلات معينه. طبعا الموضوع يا جماعه موضوع كبير جدا وله تفاصيل كتير جدا وله حسابات كتير جدا طبعا يا دكتورة، منها مدارس كلاسيكية ومدارس حديثة، والدكتورة سهى أضفت على هذه المدارس بمدرسة عربية جديدة، لأن طبعا دكتورة سهى هي الخبيرة الأولى في الوطن العربي في علم طاقة المكان. تحياتي لحضرتك، وإن شاء الله تكوني معانا في حلقة من أولها نتناقش فيها ونعرف الجمهور كل يسمعنا كل الناس في محافظة الأهلية. رجاءا رجاءا المكان ده بالذات لازم يكون فيه ميدان اللي هو بيتفرع منه الطرق، حط اي ميدان موجود علشان تقلل مسارات الطاقه المندفعه، ما تحصلش مره تانية حوادث بالمنظر الفظيع اللي احنا شفناه النهارده. احنا طبعا بنوجه صوتك يا دكتوره لكل المسؤولين في الدقهليه ان فعلا ياخدوا براي حضرتك كطاقه مكان لهذا المكان الذي تقرر فيه اكتر من حادث ان هو فعلا يكون فيه ميدان. سعدت جدا بمداخلتك، وان شاء الله دكتوره تكوني معانا في حلقه كامله نتكلم فيها عن كل خبايا
طاقة المكان، ونعرف السادة المشاهدين أكتر عن الفانج شوي أو طاقة المكان. أشكرك. شكرا دكتور. مش هقدر أعدي إن إحنا بنتمنى كامل الشفاء لكل مصابين صيدلية الدكتور صلاح البسطويسي. دكتور صلاح البسطويسي زميل عزيز، يمكن لم نلتقي من قبل، ولكن يعني كل الحب وكل المشاعر وكل الدعم للدكتور صلاح، وإن شاء الله يعني تكون يعني الموضوع بسيط ويعدي على خير إن شاء الله. معانا مداخلة من فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ مصطفى الأزهري. شيخ مصطفى، السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حلمي، أهلا وسهلا. طبعا الشيخ مصطفى الأزهري حبيبنا الغالي، الداعية الإسلامي الكبير والشاعر الكبير، ويمكن من أشهر شعراء تترات البرامج، ويمكن لو عجبكم تتر البرنامج قطار مصر فهو من كلمات وأشعار طبعا شيخنا الشيخ مصطفى الأزهري اللي أتحفنا بهذه الكلمات الرائعة والأكثر من رائعة. طمنا على صحتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا الحمد لله بطمن حضرتك دكتور حلمي، الحمد لله بخير. وزي ما احكي لنا كده، احكي لنا كده يا شيخنا ايه اللي حصل، يعني الحادث الاليم ده حصل ازاي؟ احنا يعني تقريبا يعني كان حضرتك برنامج حضرتك يوم الثلاث هنا على في الصحه والجمال، ايه اللي حصل؟ والله الحقيقه انا كنت يعني في مشوار بعد او على الافطار، مدعو يعني على الافطار عند احد اصدقائي، وبعدين وصلتني سيارة تبعه يعني الملاكي، فوإحنا على الدائري راجعين، ففي حوضة معينة أو في نزلة معينة حصل نزلة الرماية، صح كده؟ نزلة الرماية بالضبط، فحصل تفادي بين عربيتين يعني وكده، فحصل اصطدام سور الدائري وانقلبت السيارة بينا. أنا كنت انقلبت السيارة أنا واللي معاي، يمكن الحمد لله هو ألف ألف سلامة على حضرتك. حضرتك يعني فخر للقناة وفخر لنا شخصيا، ويعني مشوار حضرتك الدعوي ومشوار حضرتك الأدبي والشعري وفي مجال تترات البرامج يعني لا نقدر إن إحنا ما نقدرش ننساه، وكفاية يعني بشاشة حضرتك وكلماتك الرقيقة اللي هي بتدخل على قلبنا بكل خير وبكل سعادة أول ما بنسمع كلمات الشاعر مصطفى الأزهري. ده من ذوقك يا دكتور. أنت سمعت التتر ولا لا يا شيخ مصطفى؟ على يعني برنامجك الجديد قطار مصر، اللي أنا تشرفت شرف كبير وتاج على راسي إن أنا أكون يعني أختار من بين الشعراء يعني لكتابة تتر هذا البرنامج الوليد اللي بدأ كبير الحقيقة يعني بمجهودك. طيب انت سمعت التتر يا شيخنا؟ طريق العمل انا والحقيقة فتحت كان لسه ما سمعتوش يعني، لكن طب تعال نروح يعني نسمع، تعال نروح مع بعض كده ونسمع التتر ونشوف جمال كلمات الشاعر مصطفى الأزهري، وألحان وتوزيع دكتور حسين النجار، ولا توزيع دكتور حسين النجار، ولا ننسى لحن وغناء تامر سري. صحة وجمال، فن ودلال، صدق اللي قال عنه.
دكتور مصطفى الأزهري، إيه رأيك في التتر وفي الكلمات بعد ما صغناها كقطار مصر؟ دكتور مصطفى معايا؟ والله يا دكتور أنت فاجئتني الحقيقة، يعني أنا كتبت الكلمات وعلى خجل، يعني أنا طبعا لما أكتب عن بلدي وبلدنا الحبيبة مصر ببقى بعرق يعني وأنا بتكلم. حضرتك خير من يكتب عن مصر يا دكتور مصطفى. مصر عشقنا وحبنا ونور عينينا يعني معلش يعني أنا عايز بس أقول حاجة من كواليس الكتابة. أنا يمكن كنت بكلم حضرتك وكل خجل، لأن حضرتك يعني في الوقت ده كنت مريض شوية وكانت الحالة الصحية ما كانتش قد كده، بس أنا فوجئت بهذا الطوفان من المشاعر والطوفان من الكلمات الرقيقة. يعني يمكن احنا اخترنا جزء صغير من الأغنية الكبيرة اللي كان حضرتك كاتبها. والحقيقة أنا بقول لحضرتك أنا بكتب عن مصر وأنا يعني في منتهى الخجل، لكن أنا واحد من اللي بيعشقوا حواري مصر وبسطاء مصر وعايش معاهم، يعني بالفعل معايشة ميدانية. هم دول الزاد والزواد، وهم ده الشحن النفسي والرصيد العاطفي اللي بيدينا المعنى الحقيقي لحب مصر. الحقيقة مصر مش مجرد اسم ولا مجرد انتماء، مصر حاجة بتجري في الدم. أكيد. فلما أجي أنا كشاعر أو مطلوب مني أكتب عنها ببقى محتار من أنهي زاوية، من أنهي أي عاطفة من العواطف اللي مالية كل ذراتنا في حياتنا وفي مشاعرنا نكتب من أنهي اتجاه. بيبقى صعب جدا أطلب مني أكتب في أي موضوع، هيبقى أسهل من كده بكتير. لكن على بساطة الكلمات أنا بعتها لحضرتك ولم أتوقع هذا الجمال من فريق العمل. احنا ما نقدرش نطلع كلماتك أقل من كده، وعايز أخد وعد من حضرتك على الهواء أن حضرتك تكون معانا في حلقة كاملة، وكل من شارك في إنجاح هذا العمل الكبير يكونوا معانا إن شاء الله، وتحديدا ممكن نكون في العيد دكتور مصطفى. فأتمنى أن حضرتك تشاركنا فرحتنا وتكون معانا وإحنا بنتكلم عن كواليس برنامج قطار مصر. ادعي لي ما كنش في المستشفى يعني يكون هنجيلك يا دكتور مصطفى. وطبعا يعني كل السادة المشاهدين نتمنى كلنا جميعا أن احنا نتمنى أن الدكتور مصطفى الأزهري الشفاء العاجل، وإن شاء الله يكون في وسطنا قريب جدا جدا. شكرا دكتور مصطفى. إن شاء الله يا حبيبي، شكرا لكم ومشاهدي قناة الصحة والجمال وأحبابنا جميعا، كل عام وحضرتكم بخير. وحضرتك بخير يا دكتورنا. طيب بعد ما طلعنا للأخبار وبعد ما طلعنا للكورونا وبعد ما طلعنا لحاجات كتير منها السلبية ومنها الإيجابية، خلينا نتكلم عن حاجة مهمة جدا 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 ومهم ومحطة مهمة جدا في برنامجنا. زي ما تعودنا ان هيبقى في قطار مصر محطات كتير، هنيجي نتكلم النهاردة عن محطة مهمة وهي محطة السوشيال ميديا، محطة البوستات، محطة الترندات، محطة الانستجرام، التويتر. يا ترى بكل خباياها وكيف تدار وكيف يتعامل معها، وهل الموضوع بيجي صدفة أو بيجي عن علم، ولا الموضوع فيه إيه وخباياه فيها إيه؟ معايا يا جماعة بعد الفاصل شاب هو فعلا من الرموز الطموحة جدا جدا جدا، الشباب الطموح جدا وفعلا فخر لكل شباب جيله وفخر كمان لكل العاملين في مجال السوشيال ميديا. إسلام محمد هو يعمل في مجال السوشيال ميديا باحترافية جدا جدا جدا، ويكشف لنا أسرار هذا العالم الكبير اللي كلنا النهاردة ما نقدرش نستغنى عنه. نطلع فاصل ونرجع مع السوشيال ميديا. رجعنا لكم تاني ومحطة جديدة ومحطة مهمة جدا جدا جدا، محطة السوشيال ميديا. السوشيال ميديا يا جماعة طبعا احنا 110 مليون مواطن، 110 مليون مواطن منهم 89% و9 من 10 تقريبا على حسب الإحصائيات ماسكين موبايلات. وفي فترة الحظر ومع الأوقات الكبيرة اللي احنا بنقضيها في البيوت كلنا دلوقتي، أصبح شيء مهم جدا 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 متابعة أخبار السوشيال ميديا.
هذا العالم الافتراضي، هذا العالم الغامض، العالم اللي احنا بيحصل فيه كتير من الحاجات الإيجابية والحاجات السلبية. حرصنا ان احنا نقدم النهاردة فقرة متكاملة، عشان كده معانا ومعاكم اسلام طحون، الشاب الجميل صاحب شركة ميوي المتخصصة في السوشيال ميديا. اهلا بيك يا دكتور. ازيك يا اسلام؟ الحمد لله بخير والله، الحمد لله تمام. عرف السادة المشاهدين كده، انت كام سنة ويعني بدأت القصة ازاي؟ انا اسلام محمد عبد اللطيف سعد طحون، تمام. انا الموضوع معايا من ثالثة اعدادي، يعني ابتديته ببرنامج الرسام. ده انت ابتديته بدري قوي. بالظبط، تمام. ابتديت ببرنامج الرسام لحد ما وصلت الحمد لله لجميع برامج شركة ادوبي كلها. بسم الله ما شاء الله، ربنا يعزك. طيب عشان ندخل في موضوعنا سريعا ونعرف السادة المشاهدين عن خبايا العالم الافتراضي اللي احنا بنشوف عليه شخصيات وهمية وشخصيات حقيقية وشخصيات فنية، وبيقدر ان هو يدير الرأي العام ويدير الترندات ويوجه توجيهات مهمة جدا جدا. في الفترة الأخيرة انا ليا شوية ملاحظات كده اسلام، ان البانر في الشوارع واصبح يعني له دور وكل حاجه، بس في اماكن معينه مش زي الاول، واصبح السوشيال ميديا هو رقم واحد في انتشار الاخبار او الدعايه او ان احنا البراندنج لحاجه معينه. مظبوط كلامك يا دكتور. طبعا السوشيال ميديا هي دلوقتي رقم واحد في كل حاجه، تمام. يعني احنا لو جينا حسبنا مثلا مستخدمي النت في العالم كله، تمام، هنلاقيه وصل 4.1 من 10 مليار نسمه. ما شاء الله، يعني 4.1 من 10 مليار نسمة، ده رقم كبير جدا. فبالتالي الموبايل اللي في ايدي ده انا من خلاله بقدر اتابع العالم كله، مش لازم انزل الشارع علشان اشوف البانر اللي محطوط، ولا لازم اروح اي مكان، هي كل حاجة في ايدي، كل حاجة في على ايدي في الموبايل. بالزبط. في التابلت. في بالزبط. طيب ده برضو ادانا ملاحظة ان البرامج اصبحت اكتر مشاهدة مش في التلفزيون ولكن على اليوتيوب وعلى التليفونات، وتحديدا برامج التوك شو اللي هي المفروض ان كل الشعب المصري بيتابعها. تعليقك ليه يعني ما التلفزيون كده كده موجود في بيوتنا كلها واحنا قاعدين في البيت دلوقتي، برغم كده السوشيال ميديا هي اللي مكتسحه وفعلا هي رقم واحد. ده مظبوط طبعا، لان انا السوشيال ميديا، يعني مثلا لو اتكلمنا على الابلكيشن اليوتيوب، انا من خلاله بقدر اشوف اي برنامج موجود في اي وقت انا حابه، صبح ليل نهار عصر اي وقت، تمام. انما التلفزيون بيبقى محدد لي وقت اتابع فيه واشوف فيه، فانا من خلاله انا مش ممكن ما اكونش فاضي ان انا اشوف في التايمر ده. فالابلكيشن اليوتيوب انا في اي وقت في اي مكان بقدر اتابع من خلاله اللي انا اقدر عايز اشوفه. طيب هل احنا يعني لما بنتكلم على السوشيال ميديا، هل برضو كسوشيال ميديا هل احنا نقصد الفيسبوك بس ولا في حاجات تانية؟ وعالميا ايه يعني ايه رقم واحد في المستخدمه؟ احنا لو اتكلمنا على السوشيال ميديا ممكن الفيسبوك ده يعد التشانلز الكبيره في على السوشيال ميديا، يعني هو القناه الوحيده الكبيره هو اليوتيوب، اكتر تشانلز موجوده على السوشيال ميديا. تاني حاجه احنا عندنا انستجرام، عندنا تويتر، عندنا سناب شات، كل ده ليه نظامه، ليه طريقته، ليه نظام السبونسر عليه، وبيختلف من ابلكيشن لابلكيشن تاني. ممتاز جدا، تمام. يعني نقدر نقول ان يمكن الاكثر شهره او الاكثر استخداما هو الفيسبوك واليوتيوب. طيب انا ليا ملاحظه على الفيسبوك، مش عارف بقى يمكن هي من باب الكوميديا ومن باب ان احنا قاعدين قاعده في محطه خفيفه. الكوميكس يا اسلام، يعني الناس دي بتعمل الحاجات دي امتى وازاي وفين؟ وبعد الخبر او البرنامج او المقطع ما بينزل مفيش ثواني بتلاقي الكوميكس. بالظبط، دول ينطبق عليهم يعني الفئه اللي هي مخصصه او مختصه في مجال الكوميكس. على فكره الكوميكس ده من اكتر الحاجات على السوشيال ميديا بتعمل براندات، يعني انا ممكن في براند موجود انا ما اعرفوش الا بكوميك. تمام يعني ما اخدش بالي ان في براند موجود على السوشيال ميديا الا من خلال الكوميك. الشخص اللي هو بيعمل الكوميك ده بينطبق عليه المثل اللي بيقول يلمحها وهي طايره. تمام، هو بيشوف اللقطه على التلفزيون، على اي لقطه بقى في اي مكان، مفيش في اقل من دقيقتين لازم يكون معمول كوميك بديزاين بكل حاجه، كل حاجه في خلال دقيقتين، في خلال دقيقتين، ويكون موجود على السوشيال ميديا والشير عليه بيبقى رهيب جدا. طيب لو اتكلمنا على الشير وعلى الترند وعلى طبعا ازاي يبقى المنتج ده ترند او يبقى براند او يبقى الممثل او الفنان او الداعية او ايا كان، ازاي كيفية صناعة الترند على السوشيال ميديا؟ علشان يبقى عندنا ترند لازم يبقى فيه محتوى. يعني احنا لو صنفنا مصر فيها 110 مليون، ال 110 مليون دول يا دكتور جوه كل شخص منهم محتوى،
المحتوى بتاعي مختلف عن المحتوى بتاع حضرتك، مختلف عن المحتوى. احنا عايزين في عجالة لان فقرتنا ابتدت تنتهي، فانا عايزك تدي للمشاهد كبسولة مهمة جدا عن السوشيال ميديا ونقدر نعمل ايه. هو المحتوى، هو لو ركز على المحتوى وقدم هدف في المحتوى بتاعه هو خلاص هيركب الترند، بس لازم يبقى ليه هدف، مش مجرد ان انا طالع بعمل فيديو تيك توك مثلا بحرك لساني وبرفعه، لا ده ما فيش محتوى. هو انا سمعت يا اسلام ان انت يعني من ناس كتير ان انت افضل واحد بتعمل ده، وافضل واحد تقدر تصنع النجوم وتقدر تصنع نجوم صفحات الفيسبوك. وسؤال مهم جدا مش عايزين نعديه، ايه الفرق بيني انا كشخص عادي بدير صفحتي واعمل لها تمويل وشخص متخصص زي حضرتك؟ الفرق ان اي حد ممكن يعمل سبونسر والله، اي حد. بس يعني انا شايف ان يعني اكيد في علم او في خبايا او في طبعا يعني هي من الخبايا، بس انا هقولها ما قلتهاش طبعا قبل كده، ان انا مثلا انا كاسلام بعمل التارجت بتاعي بالسيرش، يعني انا ببحث مثلا وليكن عن كلمه صيدليات، انا كل يوم بدخل ابحث عن صيدليات، الفيسبوك بيوصل له ان انا ببحث على صيدليات فبيظهر لي صيدليات من غير ما نعرف. طيب احنا عايزين يا جماعة بس ننزل ارقام اسلام عشان لو حد حابب ان هو يتواصل مع اسلام، لان الموضوع مهم جدا جدا جدا، ويعني نجوم كتير وشخصيات كتير اسلام عمل لها براندنج او عمل لها اشتغل على السوشيال ميديا وتحولوا صفحاتهم من يعني صفحات مجهولة تماما لصفحات دلوقتي تتحدث عنها كل صفحات وجروبات التواصل الاجتماعي. احنا طبعا السادة المشاهدين شايفين ارقامك دلوقتي اسلام، وشايفين بس كلمة شايفين دي احنا مش عايزينهم يشوفوا، احنا عايزين يجربوا ويشوفوا قد ايه الصفحات بتاعتهم فرقت ان شاء الله بنسبة 1000000% مع خبرتك الكبيرة في هذا المجال. واحنا شخصيا عايزين نستفيد بخبرتك في الفترة الجاية في مثل هذا المجال، وعايزين تكون معانا في فقرات كتير وتحديدا في انتشار هذا البرنامج على صفحات السوشيال ميديا ان شاء الله. دكتور وانا سعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده. انا الاسعد يا حبيبي، انت شرفتنا، وان شاء الله تكون موجود معانا في حلقات تانية كتير جدا جدا، نستفيد بكل ما عندك ونستفيد بالطاقه الايجابيه اللي موجوده عندك في مجال السوشيال ميديا. اعزائي المشاهدين، مش قادرين ان احنا نسيبكم بسرعه، ولكن القطر بمواعيد، والقطر دلوقتي بيستعد لمرحله ان هو يدخل المحطه والنزول، فاشوفكم الاسبوع القادم الساعه 8 يوم الجمعه ان شاء الله. شكرا لك. مصر بين كل البلاد ملهاش مثال.